Rotfibin Sesi. Rotfibin Sesi. وينو الفن؟ واو. وينو الابداع؟ واو. فماشي اغنيه خرجت الوحيده اللي نفكر عليها هي ليلى فينك توحشت وزينك. هاي لطفي بوشناق والدكتور علي الورتاني، وبربي ما ننساوش محمد الاسود في التلحين كان. وينو الفن؟ شبي ما عادش ننجو في الفن وما عادش خرجوا في اغنيات. وينو المسرح؟ وينو سينما؟ عملناش مسرحيه ترشقت مشاولها العبادك اللي في الشارع يبدو اكثر من اللي لداخل. فماشي هنايا خرجت فنان حتى شيء. حتى من عام 2011 خرجوا اربعه يغنيوا على الكرامه والحريه وندر شنو، وقتها قلنا هاي جات الحريه تو الفن يترشق وتو العباد تترشق، حتى شيء ما فهم. ما فماش حياه فنان. وين وزاره الثقافه؟ وين الترجمه التونسيه اللي كانت تنتج؟ وين الراديو؟ الاذاعه التونسيه اللي كانت تنتج في الاغاني وتنتج في المسرحيات وتنتج في الفكر. ما زالتش فما حصه ادبيه ولا حصه ثقافيه. كان التلفزه برك اللهم صل على النبي، وراديو برك اللهم صل على النبي، كل يوم مسرحيه وكل يوم اغنيه وكل يوم حاجه جديده. تو ما فما حتى شيء. تو 10 تلفز الكلهم طاوله واربع سياسيين يمحوا كهو هذاك اللي فما موجود. ما فما حتى شيء. نحكي مع واحد قال لي ليه ماك تعرف توا ميزيريا وما فماش حليب. نعم قلت له، تقول الفن ما يفول كان في الميزيريا، الفن ما ينجح كان في الوجيعة. أنت شوف في تونس استعمار ومارشينوار وحرب عالمية ثانية والدنيا ما مدعوك. خرجت الإذاعة التونسية، وقتها كانت الإذاعة التونسية كيفاش؟ المسرحيات اون ديريكت تتعداو خاطر ما نجموش يسجلوا العباد. اون ديريكت المسرحية، الأغنية تتغنى اون ديريكت، الرشيدية حفلتها تتعمل وتتعدى اون ديريكت. جماعة تحت السور شبيهم كانوا شيخين هذوم بالفلوس، جماعة تحت السور القمة نتاع الميزيريا. خرج علي الدعاجي وخرج بيرم التونسي وخرج علي الرياحي وخرج الشيخ العفريت البنتور الرسم، خرج زبير التركي، خرج علي بن سالم، خرج فرحات عمار. الدنيا كل خرجت في الميزيريا في الوجيعة. شيقول محمود المسعدي اللي هو أديب كبير ونفتخر به، يقول لك الأدب مأساة أو لا يكون. الشيء باش يخرج في الميزيريا. احنا توا داخلين على وجيعة كبيرة، على ميزيريا كبيرة. أنا ياسر متفائل للفن التونسي اللي باش يترشق، على خاطر عايشين توا في ركود ولينا كي الحيوانات عايشين. ما عادش لا فن لا مسرح لا حتى شيء. ما عادش ايفينمون كولتوريل يزعزع البلاد. توا الناس تتبع فماشي حليب فماشي ما يسالش. توا نعديو هالبريود هذيا ومن بعد توا الوجيعة باش تخرج فن وباش يترشق الفن، وأنا متفائل.